صحيح يا نديم، بالفعل هناك الكثير من الأخبار العاجلة. هذه الأخبار تواترت خاصة بعد مغادرة الوفد الأمريكي والإسرائيلي لمباحثات القاهرة بالأمس. الكثير من هذه الأخبار، آخر هذه الأخبار العاجلة، كانت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو قال هذه المرة إن موعد اجتياح مدينة رفح قد تحدد، لكنه لم يذكر الموعد بالتفصيل. نتنياهو تحدث كذلك أيضا عن مستجدات المفاوضات الجارية في القاهرة بحضور وفد من حماس برئاسة خليل الحية، وقال كذلك بأنه تلقى تقرير مفصل حول ما حدث في هذه المفاوضات. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أيضا في آخر أخبار هذه الأخبار العاجلة أنه النصر الكامل لن يتحقق إلا بإطلاق سراح الرهائن والقضاء بشكل كامل على حركة حماس. هذا طبعا على خلاف ما كان يتحدث به البيت الأبيض قبل قليل بأنه لا مؤشرات على عملية عسكرية برية إسرائيلية مرتقبة في رفح.